رحنا بسبب ان الامتحانات كانت صعبة وكان كنا هنسقط وكده، فكنا رايحين محتاجين مسؤول نقابله، لكن للاسف محدش سمعنا فاضطرينا اننا نقف قدام الوزارة ونهتف. احنا اول حاجة لما رحنا المدرسة قالنا الامتحان هيبقى ورقي مش تابلت. احنا ما في ناس جزء كبير من الطلاب مرضناش نطلع الامتحان، فاتصلوا بالنجدة، جت المدرسة قالوا لنا روحوا الوزارة، ومديرين المدرسة وبعض المدرسين برضه قالوا لنا احنا المشكلة مش من عندنا، عند الوزارة، فقلنا روحوا الوزارة. اللي انا سمعته منه مدير المدرسة، جربنا التابلت في اول يومين ما نفعش، جم يوم امتحان الالماني ما جربناش التابلت، دخلنا ورقه على طول. دي كانت المشكله في امتحان الالماني، لكن المشكله الاساسيه كانت في صعوبه الامتحانات زي امتحان البيولوجي والعربي. ماشي، بس كانت صعبه جدا، مش من المنهج، يعني احنا بنذاكر حاجه وبيجي حاجه، معظم الاسئله من بره المنهج، يعني احنا المفروض بنذاكر المنهج يجي منه الامتحانات. المنهج عندنا اتحول لتوبكس، يعني احنا بنذاكر المنهج يعني بنبني عليه، مش ده اللي بيجي في الامتحان. استلمنا التابلت بعد بدايه الترم الثاني باسبوعين، ما ضربناش عليه. كان المفروض امتحانات شهر مارس اللي هي تكون تجريبية، والسيستم فيها كان واقع، فما حصلش تجريب. بندرس عربي وانجليزي فلسفة وتاريخ وجغرافيا وكيمستري وفيزيكس وبايو وتربية وطنية ودين كمبيوتر، 12 مادة. امتحاننا كان المفروض العربي والبايو والألماني نمتحن على التابلت. أول يومين جربنا السيرفر ما اشتغلش، تالت يوم دخلنا امتحاننا ورقي على طول. وبعد ما وقفنا في المدرسة وطالبنا ان احنا نمتحن بالتابلت، اليوم اللي بعديه على طول امتحنا على التابلت. لا، التابلت اصعب. هو انا عامه كنت رايحه على اساس ان احنا هنقابل مسؤول او حاجه، يعني هم هيقابلونا مش هيعملوا حاجه. فلما رحنا هناك قالوا لنا ما حدش رضي يقابلنا، يعني انا كنت رايحه عشان خاطر النظام الجديد، علشان في ناس امتحنوا التابلت وفي ناس لا، واحنا كنا من المدارس لا، وفي ناس كتير جدا امتحنوا بالتاب، ومجرد ما دخلوا لو السيستم وقع عندهم ورجع تاني هم كده نجحوا، حلوا او ما حلوش دي مش مشكلتهم. فانتوا بتقارنوا اللي بيذاكروا واللي بيتعبوا باللي ما بيذاكروش ازاي؟ فعشان كده احنا نزلنا مش اكتر. وحش معنى ان هو مش جايب المنهج نهائي. في اخر الكتاب كان في كومبير في حاجات كتيره جايبين لنا حاجه من مش منهم. طب كل دول مش عاجبينكم انكم تجيبوا لنا حاجه صعبه من مش منهم ليه؟ يعني الوزير قال ان هيبقى عليه تدريبات وحاجات مفروض نتدرب عليها عشان نشوف شكل الامتحان ايه هو، وما كانش فيه حاجه من كده اصلا، ولا كان فيه، يعني كان فيه اجي افتحه واشوف. انا بقى فاكره ان انا لما افتح الموقع الوزاره وكده هلاقي التدريبات والحاجات اللي انا هتدرب فيها، لقيت الكتاب بس النازل والكتاب معايا اصلا، وان انا ما ينفعش افتح الكتاب اثناء الامتحان على التاب عشان لو قفلت الامتحان مش هيتفتح، فايه لازمته بقى ان انت نزلته اصلا؟ ان هو السيستم بيقع وساعات بيفتح عند ناس وناس لا، فاللي هو عقبال ما بيخرجوا يجربوا اصلا بيكون عدى نص الوقت، فبيروحوا يمتحنوا بقى. ما بيمتحنوا الورقي ما بياخدوش الوقت كله، والقلم ساعات بيعلق ويقعد لازم بقى تقعد تعيده من اول تاني، وساعات وانت بتكتب ممكن بس تطلع بس بالتاب كده يعمل ريفرش تقوم كاتب الباسورد وتدخل على الامتحان من اول وجديد. فكل ده وقت بيتاخد مننا. الامتحان الورقي مشكلته ان هو اكتر والوقت هو لا، انا الافضل بالنسبه لي ان امتحن ورقي علشان هو يعني اسهل، ما في القلم مش هيعلق، مش هقعد اعمل ريفرش، ما فيش وقت هيضيع مني كتير. بس يعني هو الاثنين يعني وحشين، علشان الورقي بيبقى اسئلته اكتر والتاني بيبقى بيعمل ريفرش وبيضيع مني وقت. فهي لا، النظام الجديد ما منعش الدروس الخصوصيه، ده زودها بزياده، لان احنا كنا داخلين يعني دخلنا على موضوع مبهم، فبقينا نجري ورا المدرسين عشان خاطر ان احنا نستفيد باي معلومه، يعني بقينا عايزين نحصل اي معلومه جديده وتايهين، فبقينا عايزين بقينا متعلقين بالمدرسين بزياده. لقيت نفسي ان انا بعد ما كانت بتاخد 6 مواد في ترم و6 في ترم زي اخوها اللي في سنه ثانيه، لا اصبح بقى 12 و12 و3 فرعيه، يعني 12 رئيسيه و3 فرعيه في ترم واحد على مدار الاسبوع. يبقى حضرتك ولا عندك انها تدخل 7 ايام، في ال7 ايام دول تاخد 12 ماده، محتاج تقعد من المدرسه عشان خاطر تاخد على الاقل 2 درس في اليوم.